طيب خلوني ارحب في الاستديو اليوم معنا استشاريه الموارد البشريه الاستاذه ليلى البركاتي. اهلا وسهلا فيك، نورتينا. موضوع حلو، يمكن مو كل احد يعني زي يمكن الناس اغلبهم زيكم مثلا متوترين او اوفر متحمسين، لكن موضوعنا اليوم انه لازم في اشياء الواحد يتبعها في اول يوم، سواء لبس، شكل، اسلوب، تعامل مع الاخرين، او انطباع يتركه للناس. كيف تنصحي الشخص؟ يمكن اول شيء اللي يخلق الخوف او يخلق القلق هو المجهول. دائما اي شيء انت ما تعرفي عنه او غامض بالنسبه لك يبقى مخيف. فاول شيء يعني نعتمد عليه انه نفهم المهام والمسؤوليات المطلوبه مننا في العمل، اعرف ايش المطلوب مني، يكون واضح بالنسبه لي. الان المثاليه انه يكون في جوب ديسكريبشن او وصف وظيفي، بس في الواقع مو كل الجهات موجود عندها جاهز جوب ديسكريبشن او وصف وظيفي لكل وظيفه يقول لك ايش المطلوب منك وايش مهامك ومسؤولياتك. فبالتالي الطريقه الصحيحه انك من البدايه، من بدايه العمل، يكون واضح بالنسبه لك ايش المطلوب منك، تسال حتى لو ما اعطيت لك المهام. لا بس هذا الشيء ممكن يسبب توتر حتى لو الواحد بس رايح يعني اول يوم. اكيد يعني انا ايش لازم اسوي، ايش مطلوب مني، حيتقبلوني ما حيتقبلوني، اذا انت عندك الموظف الجديد نوعين، يا اما انه هو فريش متخرج من الجامعه وجاي، او جويننج يعني قد اشتغل والتحق في العمل بشكل جديد. الاثنين كل واحد شويه تختلف يمكن مخاوفه عن الثاني، لكن الاثنين عندهم عبء. الموظف اللي منتقل من عمل اذا كان هو مرتاح في عمله السابق راح يكون عنده تخوف، هل سيتم قبولي في المكان الجديد؟ طيب القلق طبيعي هذا؟ طبيعي جدا طبيعي. طيب البعض يقول لك خلك مستمع ولا تسال كثير، كون اول حضور لك احيانا يقول انا خايف برضو من انطباع الموجودين، انا جديد، انا احب في البدايه اخذ لي وقتي وبعدين ممكن اسال بعد فتره، أمر طبيعي ولا لا كمان؟ الزايد أخو الناقص، يعني لا إني أقعد أتحش بس كنت حقول في ناس العكس اللي بزيادة تحاول تثبت نفسها، حتحشر نفسك تحاول تسأل حتصير مزعج بزيادة. حتصير مزعج وتسكت عن شيء، لا أنت لازم تعرف كيف مثلا إيش من الأشياء المهمة أنك تعرفها في أول يوم وتسأل عنها. ثقافة المكان أو الكلتشر، ويمكن تشوفها شيء بسيط لكن هو جدا حساس. يعني في جهات يستخدموا في المخاطبة أم فلان أو أبو فلان، في جهات أستاذ دكتورة وما إلى ذلك، في جهات تجي تستخدم يعني يجي يوصلني الإيميل هاي ليلي، يعني وأنا متعود الناس تقول لي في بيئة عملي دكتورة ليلي، تيجي تقولي لي هاي ليلي أشوفها. هذا ممكن في بيئة عمل أحد كذا يرسل؟ في بيئات عمل تعتمد الاسم الأول بدون أي ألقاب، وطبيعي عندهم وجهات كبيرة، وهذا كلتشر المكان وهذه ثقافة المكان. تجي تنتقل إلى مكان ثاني تستخدم نفس الأسلوب يطلع شكلك قليل ذوق أو مو مهذب الأسلوب، وهو بالنسبة لك من عملك السابق طبيعي. بس كيف الواحد يعرف هذه الأشياء؟ لازم تسأل، يعني من الطبيعي ممكن تحاول تشوف مثلا أكثر شخص يعني تقدر تتكلم معه او شيء تحاول تفهم منه. هو كمان خلينا نقول انه هذه مسؤوليه قسم الموارد البشريه او الاتش ار يفهمه من البدايه، يعني لازم يكون في اونبوردنج بروجرام. يعني مو كل العبء علي انا اني انا لازم اتحمل كموظف جديد كيف اتعامل وكيف اجهز نفسي وكيف، هم لازم يجهزوني كمان او يعملوا افورت في هذا الموضوع. صح. ففي اونبوردنج بروجرام يمررك ثرو ثقافة الشركة، طريقة إدارتها مركزية، لا تقارير، لا إحنا نعتبر صح الأسلوب صح. الإيميلات، لا إحنا نحب نخلص الشغل فيربل، ولا مثلا ممكن ياخذوك لفة في المكتب يعرفوك على الأقسام المختلفة. ذكرت في شركة كده اشتغلت فيها. بالضبط. طيب أستاذة ليلي، إنه في فرصة إنه الموظف الجديد إذا جاء لي منشأة أو وظيفة جديدة له تمارين معينة وتدريبات معينة يقدر يسويها؟ الآن إذا كنت تقصد أنه التغلب على الخوف أو القلق كيف يتغلب عليه، طبعا كلنا نعرف أو عبارات يعني بمعنى أصح ممكن يكون من شخص لشخص طريقة تغلبك على القلق مختلفة. يعني في ناس تسمع أغنية معينة أو موسيقى معينة تحط سماعاتها خلاص صارت ريلاكس، قرآن، ذكر معين، ذكر معين ترددين، تمارين التنفس اللي ممكن تسويها وتخليك تهدأ. فالتمارين التنفس سهلة يمكن كل أحد يعرفها، في تمرين يعني أسهل واحد يعني 4-7 تسحب النفس وانت تعدي 4 وتتركيه وانت تعدي للسبعة وتكررها
هذا ايش يعطي؟ تهدي، هدوء، تهدئ، تسحب وانت تعد اربعه وكيبت يعني تحفظ النفس وانت تعد للسبعه وتطلق وانت تعد. فهذه طريقه بسيطه، بس هل هي وصفه سحريه للجميع؟ طيب هذه ممكن احد يسويها ويقولون هذا وضع الموظف مشكوك فيه مثلا. لا تقعد بنص الهول وتسويها، ادخل يعني مكتبك او اذا كان واحد يدخل هذا يعني عشان تدخل هذا بالسياره قبل ما تدخل عشان تدخل. ايوه انا هذه مو استراتيجي لما اكون متوتره خلاص تنفس في السياره. طيب غير التمارين مثلا ايش الاشياء الاساسيه لازم الواحد يتبعها؟ مثلا انا كان يجري في بالي انه الواحد يوصل على الوقت مثلا او يوصل بدري شوي. هذا الانطباع الاول صح؟ يعني في مقوله first impression last impression، بس هي يعني فيها لك عليها، احنا نغير راينا دائما. اشكون في البدايه مبهوره وبس نزاول العمل شويه يطلع يعني كثير من ايام السيفيز والانترفيوز خادعه، والعمل والمزاوله هي اللي تعطيك الصوره الصحيحه. لكن في النهايه الاشياء اللي زي ما ذكرتي الحضور، يعني الناس تشوفها بديهيه بس تغيب. الحضور على الوقت، الهندام او اللبس، يعني لا تلبس اشياء عليها افلام كرتون او برنت او رسومات او كلمات. خلي طيب. هندامك يدل انك بروفيشنال، ولازم يكون مناسب مع سوري انه ما في ستايل واحد معين لازم تتبعه على حسب نوع الشركه. وانا عملي سايت ايوه على حسب نوع الشركه دفنت. طيب كيف يقدم الموظف نفسه بطريقه سهله ويعطي انطباع حلو من البدايه وباول حضور له؟ الآن نرجع لفكرة أنه أنت متخرج ولا ناقل من عمل إلى عمل. متخرج جديد، المتخرجين الجدد في عيوننا إحنا الناس اللي بالخبرات يتساوون، ما نقدر نشوف في بينهم فرق في البداية، لأنك ما في تحكيني عن خبراتك، ما في خبرة، ما في حد تحكيني أنا جيت عشان تبهرني تقولي أنا جيت من الشركة الفلانية العالمية أو 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 أو. فبالتالي أنت الآن هو أسهل؟ شوية أسهل لو أحد فريش، الفريش يتشكل. فبالنسبة لصحاب العمل أحيانا يكون في بعض المهام هو أفضل، عشان ما يجي لابس قبعة عمله السابق ومتعود على طريقة. أنا أبغى أعطيه ماي واي في العمل، ففي بعض المهام تفضلين فيها أنه يكون الموظف جديد، بس في كثير من المهام لا تحتاج خبرة، لازم يكون عنده خبرة. فخلينا نقول على كيف يقدم نفسه إذا هو جاي بخبرة أو جاي بدون خبرة. لما تكون جاي بخبرة وتبغى تقدم نفسك، سلط الضوء على نقاط القوة حقتك في مسيرتك المهنية. ولما نتعرف نفسك لا تركز بس على مديرك، لا تبغى بس تبهر مديرك وبس تبغى تتعرف على مديرك وتحجب العالم على كل افراد التيم مثلا. بالضبط، في النهايه الكل راح لازم حيكون بينك وبينه عمل او تعامل. صح. الكل راح يكون بينك وبينه تعاون، وفي يوم من الايام حتنتقل وحيكون حيذكروك، يعني والله كان معانا موظف. احنا عندنا مخرجنا كب الشاي اول يوم وصار عنده عقده الى اليوم هذا. بطل يشرب شاي، صار يشرب قهوه. والله فعلا هو يشرب قهوه دائما. طيب ايش احنا كنا نسالك ايش اهم الاشياء لازم نتبعها؟ طيب ايش اهم الاشياء اللي ما نتبعها؟ انت ذكرتي انه مثلا الملابس تكون مثلا ما تكون مثلا كرتون او مدري ايه، يعني لازم الواحد يديها اهميه. ايش في اشياء ثانيه لازم الواحد يبعد عنها؟ ما يمزح يمكن بزياده، يكون مره ماخذ الموضوع مزح. من الاشياء اللي هايلي ريكومند ودائما ننبه عليها، الافضل انه ما يكونوا زملائك في العمل هم اصدقائك في الحياه. زملاء العمل الافضل انك تحتفظ فيهم زملاء عمل، وما تكون معاهم علاقات شخصيه بزياده او تكون معاهم مزح وموانة بزيادة، دائما يخلق مشاكل في النهاية، سواء فيميل أو ميل، بين الذكور والإناث سواسية. فيمكن الخروج عن بيئة العمل أو إطار العمل في الحديث وفي الأشياء الشخصية. أيضا في دائما موضوع حساس وما ينسأل، كم راتبك؟ ولا تجي من اول يوم تبغى تستقصي كل واحد كم ياخذ ومديرك كم ياخذ وزميلك كم ياخذ ويلف ويدور ولا يطلع من الموضوع هذا. هذه من الاشياء الحساسه دائما. طيب احنا ليلي البركات نشكرك استشاريه الموارد البشريه، وشكرا على هذا الحضور وعلى هذه يعني المعلومات الجميله والنصائح الحلوه. موضوع جدا مهم جدا طبعا. كنت بقول لكم في كتاب اسمه موظف جديد.
أي أحد يبغى يعني ممكن يرجع له، وحقيقي في يعني اللي ذكرناها وأكثر، يعني إذا أحد عنده هذا التوتر وقلقان ويبغى لك الكتاب؟ لا 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 لا، بس يعني ريكومند إنه هو الكاتب اسمه محمد داود، ما أعرفه، لكن يعني ننصح لأي أحد إنه عشان تحكي القلق. شكرا لك. ونشوف الآن نصائح عن موضوع أول يوم في العمل.